سنتيمتر مربع أو باسكال، كيلو باسكال، هناك وحدات كثيرة للضغط. على سبيل المثال، 1 بار يعادل 14.5 بي اس اي. تمام. يعني عند قياس الضغط التشغيلي، إما أن أقرأ 14.5 بي اس اي من خلال أو ساعات أقول قياس 1 بار، نفس نفس القيمة القيمة. تعادل نفسها. 1 بار يعادل 100,000 باسكال، 10^5 باسكال. تمام. 1 بار يعادل 100 كيلو باسكال. 1 بار يعادل تقريبا 1 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. يمكن الاعتماد على واحدة من الوحدات حسب جهاز الضغط يعني المستخدم معنا. حسب الدارج بالاسواق. بالضبط. هاي بالنسبه لاعطال الضوابط. طب هلا في عنا سؤال، الضغط احيانا بلاقي في اللوحه الاسميه تبعه نعم في بعض الارقام وبعض نعم الكتابات، ممكن تشرح لنا عنها استاذ تمام. حلمي؟ طبعا اللوحة الاسمية هي هوية لمحرك الضغط. تمام. هناك معلومات أساسية يجب على الفني معرفتها، مثلا لوحظ 450، مثلا الأرقام ما كتير دقيقة، 450 سنتيمتر مكعب أويل. أويل تعني الزيت، وسنتيمتر مكعب تعني الحجم. أربعمية وخمسين سنتيمتر مكعب أويل. أويل هي تعني كلمة زيت، وسنتيمتر مكعب هي وحدة حجم، أي حجم الزيت 450 سنتيمتر مكعب. تمام. افترض مثلا مكتوب على المحرك 1 بي اتش أو 220 في أو 1 وإشارة. جميع هذه الرموز تعني 1 بي اتش أي 1 فاز، 220 فولت أي المحرك يعمل على 220 فولت وحادي الطول، أو 1 فاز نفس المعنى. ممكن تتواجد هذه الرموز بآن واحد، ممكن يكون أحد الرموز موجود على المحرك الضاغط. ممكن نشوف رمز آخر من R12. R12 أي نوع الفريون أو وسيط التبريد الذي يعمل عليه الضاغط، فريون 12. ربما نلاحظ أيضا رقمين للأمبير، 5 أمبير و1 أمبير أو 0.9 أمبير. هذه الأرقام للأمثلة. وجود رقمين هو يعني القيمة دائما القيمة العليا هي أمبير الإقلاع، أما الصغرى هي تعني أمبير الدوران، لكن أكثر الأحيان نلاحظ قيمة واحدة وهي القيمة الصغرى. وكثير من الرموز ممكن نلاحظها. ممكن نلاحظ أيضا 1/4 اتش بي. اتش بي تعني استطاعة بالحصان، إذا استطاعة المحرك ربع حصان. وكثير من الرموز المهمة اللي ممكن نشوفها على هوية المحرك. يعني هذه أهم هذه أهم المواصفات الهوية أو الممكن أن أهم الرموز اللي ممكن نشوفها على هوية المحرك. تمام. طيب في عنا من ضمن الأعطال اللي بتصير معنا بالدارة انسداد بالدارة الميكانيكية نتيجة بالماسورة الشعرية وما شابه ذلك، ممكن تشرح لنا عنها؟ طبعا كما لاحظنا قبل قليل من خلال شرح عناصر الدارة، أن الأنبوب الشعري يتعرض إلى انسداد، إما انسداد رطوبي أم انسداد شوائب، أو نتيجة وجود خفص في الدارة. في كل الأحوال مهما كان نوع الانسداد، رطوبي أم شوائب أم وجود خفص، نلاحظ بأن الضغط يعمل فترات قصيرة جدا ويفصل بتأثير الأوفرلود. الآن لحتى نميز بين الانسداد الرطوبي والانسداد نتيجة وجود أجسام صلبة أو شوائب، نقوم بتشغيل محرك الدارة أو دارة البراد المنزلي، وننتظر إلى أن يتوقف محرك الضغط بفعل الأوفرلود. بعد توقف المحرك نلاحظ سماع صوت جريان وسيط التبريد، فهذا يدل على تجمد نقطة الماء أو تجمد الرطوبة داخل الدارة. فنتيجة توقف الدارة عن العمل وارتفاع ضغط السحب وانخفاض الضغط العالي، أي وصول إلى مرحلة ضغط التعادل، نلاحظ أن قطعة الثلج التي كانت مشكلة للانسداد أدت إلى الانصهار، وبالتالي هذا يدل على وجود الانسداد انسداد رطوبي. في حال لم يتغير الأمر فهذا يدل على الانسداد شوائب. في ملاحظة لو سمحت، أنه عند وجود انسداد في الأنبوب الشعري ناتج عن شوائب أو خفص، ف
فيجب استبدال الماسورة الشعرية بنفس المواصفات أي نفس الطول والقطر. طيب نحن إذا بدنا نقيس الضغوط اللي موجودة ضمن الدارة، ممكن تشرح لنا أستاذ أنس كيف بتتم العملية باستخدام ساعات الضغط؟ إذا ممكن بالله أستاذ عماد نفك الساعات نشرحها بشكل طبعا جاهز مشكلة. طبعا ساعات الضغط طبعا نحن نسميها وصلة ساعات، وصلة المانيفولد تحوي على ساعتين ضغط، نلاحظ ساعتين ضغط. الساعة باللون الأزرق تمثل لنا ساعة الضغط المنخفض، الساعة باللون الأحمر تمثل ساعة الضغط العالي مع سكورة خاصة لعملية فصل أو وصل خطوط الساعات مع بعضها. الساعة من الداخل تحوي عدة قراءات مختلفة، نلاحظ القراءة الأولى من الأعلى تمثل قراءة الضغط، القراءة هنا تمثل قراءة الضغط، نلاحظ أن لدينا قراءتين للضغط. القراءة من الداخل 0-10-20 هي قراءة واحدة الضغط البي اس اي، القراءة من الداخل هي كيلوغرام على سنتيمتر مكعب وهي طبعا إحدى وحدات الضغط الأخرى المستخدمة تكون مقابلة لها. في المنتصف لدينا عدة قراءات أخرى خاصة بمجموعة من الفريونات، طبعا تختلف هذه الفريونات من شركة إلى أخرى. لدينا هنا بهذه الساعة مثلا القراءة لدرجة حرارة الفريون 502 والفريون 12 والفريون 22. كيفية التعامل مع الساعة؟ طبعا في البداية يجب ان نعرف نوع اتصال من محمد. الو اتصال. الو الو نعم. مرحبا استاذ. نعم محمد اهلا وسهلا. ايه بس بدي اسال استاذ سؤال. تفضل. انه كيف نميز بين مواسير الضغط السحب والطرد والخدمة؟ من مواسير الخدمة والضغط. طيب تكرم محمد نتابع بس الشرح اللي نسأل. إذا نعود إلى ساعات الضغط، ثلاثة مؤشرات لمجموعة من الفريونات هي الفريون 502 و12 و22. أولا يجب أن نعرف نوع الفريون المستخدم داخل الدارة لكي نستطيع قراءة الضغط ونقاطع معه درجة الحرارة المناسبة. فمثلا لدينا دار التبريد، لدينا دار التبريد تحوي مثلا على الفريون R12. عندما نقوم بتوصيل هذه الساعة في الدارة بالتأكيد سوف يتحرك المؤشر نتيجة قيمة ضغط الدارة. ممكن نوصل مع جرة الفريون أستاذ عماد. طبعا بعد وصل الجرة مع طبعا نحن قمنا بتمثيل الجرة بدلا من دارة التبريد، طبعا في حال وجود الساعة في الدارة سيتحرك المؤشر بشكل تلقائي نتيجة الضغوط التشغيلية للدارة. تمام. نلاحظ الآن عند فتح الجرة سوف يتحرك مؤشر الساعة إلى قيمة معينة. طبعا الفريون المستخدم في هذه الجرة هو الفريون 22، وبالتالي نحن نقوم أولا بقراءة الضغط. ضغط الفريون في هذه الجرة الآن قديش بالله مبين عندك؟ 150. هو 150 بي اس اي. نقاطع قيمة الضغط مع قيمة مع تدريج الفريون الخاص بال 22. 3 بي اي. إذا يمكن أن نقول أن عندما يكون ضغط الفريون 22 120 يكون درجة حرارته 30 درجة مئوية. هو على ممكن طبعا إذا حبينا ناخذ مثال آخر تغيير المؤشر طبعا ممكن تحقيقه يدويا. نعم مع الأستاذ إيمان. 200 تمام. 200 بي اس اي. 200 بي اس اي قراءة الضغط هي 200 بي اس اي ما يعادل 13 كيلوغرام على سنتيمتر. فلنقاطع القيمة مع الفريونات التي نلاحظ الفرق بين ضغوط الفريونات ودرجات حرارتهم. 36 مئوي. الفريون 22. الفريون 502. 502. طبعا ساعة القياس مدرجة بالداخل لثلاث أنواع من الفريونات. نعم. 12 و22 و502. لو كان الفريون 502 الحرارة 34. تمام. إذا تختلف الفريونات حسب الضغط وحسب مواصفاتها نتيجة درجة الحرارة، يعني بمعنى آخر لكل فريون عند ضغط معين درجة الحرارة تختلف عن الفريون الآخر. تمام. نعم. سؤال ابن محمد، كيف نميز بين مواسير الخدمة في الضغط؟ أستاذ طبعا قبل قليل أثناء شرح الضغط نلاحظ هذه المواسير الطرد والسحب والخدمة. من المعروف من خلال شرح الدارة أن الطرد يوصل مع المكثف والسحب يوصل مع المبخرة
وخط الخدمة من خلاله يتم إجراء صيانة أو تخلية الدارة وإعادة شحنها. دائما يكون الطرد أرفع الخطوط. لاحظ بين هذه المواسير، بالنظر يمكن التمييز بين هذه المواسير أن الطرد دائما أرفع الخطوط، بينما السحب والخدمة يمكن أن تكونا بقطرين متساويين أو مختلفين، لكن بالنهاية أكثر تخاني من خط الطرد. بهالطريقة يمكن التمييز بين هالمواسير هاي. نعم. قبل قليل استاذ عماد تحدث انه في حال زيادة وسيط التبريد ضمن الدارة يؤدي الى حدوث صدمة هيدروليكية تؤذي الضاغط وتؤذي الصبابات تبعه. في حال نقص نقص وسيط التبريد في الدارة يقلل من مردود الدارة. ويمكن ملاحظة هذا الامر من خلال عمل محرك الضغط باستمرار او فترة اطول من المقرر حسب مقدار كمية وسيط التبريد المتسربة أو الناقصة في الدارة. فإذا يؤدي إلى قلة مردود الدارة وعمل محرك باستمرار. لمعرفة هذا الأمر والحكم على أن كمية وسيط التبريد في الدارة، طبعا تم قياس الضغوط التشغيلية ولوحظت قيمة قراءة الضغط أقل من الطبيعي. أقل من الطبيعي. نحن نعلم أن ضغط البراد حوالي من 9 ل 14.5 بي اس اي حسب درجة حرارة الجو المحيط. تمام؟ نعم. فإذا كان الضغط أقل من هال 14.5 بي اس اي هذا يدل على النقص. إذا لابد من البحث عن أماكن التسرب، عن الأماكن المشكوك فيها من خلال أماكن الوصلات بين العناصر الميكانيكية. تمام. اتصال من منير. سؤال من منير. الو. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، اهلا وسهلا فيك. تفضل، شو سؤالك؟ تفضل تفضل سؤال. شو هو الفرق بين البرادين عادي وبابين هواء؟ بابين هواء وبابين عادي. الفرق بين بابين هواء. تمام. براد. تمام. ايه وبابين عادي. تمام. تمام. استاذ عماد نحول السؤال لك، شو الفرق بين البابين هواء وال... طبعا نحن لسه ما دخلنا على البراد بابين، تحدثنا عن البراد باب واحد، لكن رح ادخل بالموضوع مباشره. معلش. فكره عن البراد بابين بشكل عام ما تسمى برادات دوبلكس. هذه البرادات تحوي على حجرتين للتبريد، حجره مخصصه لحفظ المأكولات بحاله مجمده تصل الحراره فيها الى ناقص 18، وحجرة أخرى مخصصة لحفظ المأكولات بحالة طازجة أو للتبريد تكون الحرارة فيها حوالي زائد 5. موجبة يعني. موجبة. إذا هذا الفرق بين براد دوبلكس والبراد باب واحد. الآن هناك نوعين لبرادات دوبلكس كما سأل الطالب منير. أنه هناك نوعين لبرادات دوبلكس، براد بابين تبريد عادي ويتم فيه إذابة الجليد طريقة يدوية، وهناك براد بابين تبريد هواء يتم فيه إذابة الجليد بطريقة أوتوماتيكية. من حيث الفرق، السؤال اللي عم يسأله أنه لو قارنا بين بابين عادي وبابين هواء، نلاحظ أن بابين عادي هو يتواجد فيه مبخرتين، الأولى تتوضع في الحيز العلوي والثانية تتوضع في الحيز السفلي. أما المبخر أو أما البراد باب هواء تبريد هواء بابين يوجد فقط مبخرة واحدة تتوضع في الحيز العلوي. انتقال التبريد يتم من خلال الحيز التجميد إلى حيز التبريد من خلال مجرى هوائي بفعل مروحة تتوضع بين الحجرتين. فإذا هذا الفرق بين البراد بابين عادي وبابين هواء هو عدد المبخرات. وصل الجواب أخ منير. تليفون من أناس. مرحبا. تفضل. العافية. اهلا وسهلا. لو سمحت بدي اعرف الرمز الموجود على لوحه اسمين محرك ضاغط هو 450 سم مكعب ويل. اويل. بتعرف شو هذا هو الرمز؟ اويل. تمام اويل. اويل. شرحناه قبل شويه، قلنا انه اويل تعني الزيت. تمام. و450 هي كميه الزيت الموجوده ضمن الضاغط، المطلوبه تكون ضمن الضاغط. تمام. فيني اسال سؤال ثاني لو سمحت؟ تفضل، اهلا وسهلا. طيب فيك كيف بدي اقرا الضغوط عن ساعات الضغط؟ كيفية قراءة الضغوط عن ساعات الضغط. تمام. طبعا احنا حكينا عنها شوية، معلش بنعيد عليها كمان مرة ثانية. تفضل استاذ عماد. طبعا هذا سؤال مهم جدا وكثير بيسألوا طلابنا.
بيلاحظوا وجود ضعف بقراءة الساعات. ممكن تكون الساعة مثل ما تكلم الأستاذ أنس أنه هناك منحني لون الأسود، هذا المنحني مخصص لقراءة الضغوط. تمام. من خلال وحدة الضغط الموجودة بجنب هذا المنحني BSI، هذا المنحني مدرج من الطرفين، من الداخل هي عبارة من 0 إلى 250 مقاسي بواحدة BSI بسيك، والأرقام الخارجية من 1 إلى 8 هي أيضا وحدة ضغط لكن بكيلوغرام على سنتيمتر مربع. المنحنيات، المنحني باللون الأحمر هي مخصصة لقراءة درجة الحرارة، إما فريون 22 الأحمر الداخلي باتجاه المؤشر، أو فريون 12 الأحمر في الوسط، أو فريون 502 الأحمر الخارجي. لنأخذ مثال آخر، لو كانت قيمة الضغط على سبيل المثال 4 BSI، 4 كيلوغرام على سنتيمتر مربع ما يعادل تقريبا 60 BSI، لو كان الفريون المستخدم فريون 12 لاحظنا أن درجة الحرارة هي حوالي 15 درجة مئوية. لاحظ المقارنة أو التطابق، محور هذه القيمة 4 ما تعادل 60 BSI، رسمنا خط مستقيم إلى منحني درجة الحرارة، القيمة الآن هي 14 درجة مئوية. لو كان الفريون 502 أيضا نفس الخط، لكن نقرأ القيمة على المنحني فريون 502 فالحرارة هي ناقص 5 مئوية. فبكل بساطة ممكن نقرأ قيمة الضغط أو درجة الحرارة. طبعا أنه الساعات تحدد من خلالها الضغط ودرجة الحرارة، وهي أحد البارامترات تماما تحدد نوعية الفريون. تماما. تمام. اتصال من مصطفى. مصطفى ليك عليك، رجع رجع مصطفى. كمان وحدة، كمان وحدة، كمان. فصل مصطفى، ما مشكلة، نتابع احنا درسنا. تحدثنا احنا عن الفريونات وانواعها طبعا. نعم. انه في عندي فريون 12، فريون 22، 502. هلا في الآونة الأخيرة طبعا تم إنتاج فريونات صديقة البيئة بديلة. نعم. بديلة. باعتبار فريون 12 وتأثيراته الجانبية على طبقة الأوزون وعلى البيئة بشكل عام. ممكن تحكي لنا أستاذ أنس أول شيء عن البدائل بشكل عام الفريونات. نعم. تأثير هذه الفريونات، الفريون 12 مثلا، على طبقة الأوزون. نعم. تفضل. طبعا الفريونات بأنواعها السابقة، الفريون 12 أو الفريون 22 أو 502، تحوي بتركيبها ذرات رئيسية هي الفلور، ذرات من الفلور، كلور، هيدروجين والكربون. معلش ناخذها. نعم. نعم. اتصال. نعم. اتصال. فصل. فصل. ما مشكلة، منتابع. تفضل استاذ انس عن الفريونات. اذا الفريونات القديمه تحوي بتركيبها ذرات من الفلور والكلور والهيدروجين والكربون. وجود الكلور في معظم الفريونات القديمه طبعا هي اساس تركيبها بالنسبه للفريونات، هي ميتان وايتان وبعض انواع المركبات الهيدروكربونيه. نعم. استبدال الذرات الهيدروجين اللي فيها ببدائل اخرى او بذرات اخرى من الكلور والفلور، ونتيجتها كان عندي ما يسمى الفريون. تفضل. وجود الكلور في تركيبة الفريون هو المسيئ لطبقة الأوزون أو المضر بطبقة الأوزون. عندما تم إخراج الفريون وإطلاقه في الجو يصعد باتجاه الأعلى بقريب من طبقة الأوزون. طبعا طبقة الأوزون عبارة عن طبقة رقيقة تحيط بالكرة الأرضية، يختلف ارتفاعها بين مكان وآخر بين 6 إلى 20 كيلومتر تقريبا حول الكرة الأرضية. هذه الطبقة من مهمتها حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، عم تحدث كثير من المشاكل، من أعتام عدسة العين، سرطان الجلد، مشاكل في الحياة البحرية. طبقة الأوزون عندما يصل وسيط التبريد إلى ما قريب من طبقة الأوزون يتفكك وسيط التبريد، فتخرج ذرة الكلور
وتقوم بعملية تدمير وعملية منع إصلاح لوسيلة التبريد. هناك ممكن ننوه شو هو طبقة الأوزون، من شو تتركب؟ طبقة الأوزون عبارة عن رمز الكيميائي O3، ثلاثة ذرات أكسيد مشتركة أكسجين. مع بعض. تمام. الكلور طبعا، هناك الكثير من المواد في الطبيعة تؤذي طبقة الأوزون، لكن طبقة الأوزون عندها القدرة على إصلاح نفسها. المشكلة بالكلور أنه يقوم بعملية التدمير ويمنع الإصلاح، وهو نشط كيميائيا يستطيع تدمير ملايين من ذرات الأوزون دون أن يبطئ عمله الكيميائي. طبعا إذا بتحب ممكن نأخذ المعادلة التدمير وعمل الإصلاح. أو نعم، اتصال من مصطفى.